حلقة النهاردة برعاية الحبايبي اللي موجودين على الصفحة. نزلت بوست من كام يوم كده قلت لهم ما تيجوا نعمل حلقة عن البهارات في البرنامج، فلقيت بقى ايه في يعني الكومنت ده خد اعتقد 1500 لايك، فكان في يعني تفاعل عليه حلو جدا. البوست كان عليه تفاعل وكان في افاده كده، يعني الناس كانت بتفيد بعض، واحده مثلا تكتب لا نوع التوابل ده احلى، لا ده مش عارفه ايه احلى، فكان في رغي كتير في البوست، فكانت حاجه حلوه جدا. هنعمل مع بعض التوابل عشان تطلعي الاكل بتاعك زي بتاع بره. التوابل هي اساس الاكل، بس ما تزيدش عن حدها. زمان يعني مامتي وجدتي ما كانش في عندهم غير ملح وفلفل وكمون وكزبره وكان الله بالسر عليم، لكن احنا يعني الجيل بتاعنا ده لا، يعني تطور شويه بقى، في بابريكا وفي بصل باودر وتوم باودر وفي زعتر وجنزبيل وحاجات كتيره جدا. هنعمل ميكس لكل نوع توابل، خلاص انت هتشيليه ويطلع معاكي زي الفل، يقعد معاكي بالشهور مش هيجرى له اي حاجه. هنقول كمان طريقه الحفظ عشان دي يعني تكه مهمه جدا. تعالوا نسمي بالله ونشوف ايه التوابل معايا. نوع توابل مختلف جدا، يعني يمكن لو جربتيه هتحسي باختلاف تام في طعم التسبيكه. تسبيكه للمحشي، تسبيكه هتاخدي منه حبه صغنين خالص للمحشي، تسبيكه طماطم اللي هي صلصه طماطم سواء لمكرونه او عايز تعمليها اللحمه مع الصاجه عندي، تقدري كمان تعمليها للطبيخ، يعني تاخدي منها معلقه على الطبيخ ولا هتحطي اي حاجه غير شويه ملح، يعني تاخدي معلقه صغيره من توابل التسبيكه مع شويه الملح بقى عندي احلى طعم تسبيكه في الدنيا. فالموضوع يعني مشوق ان انتوا تشوفوا النهارده ان شاء الله تكملوا الحلقه للاخر. تعالوا نشوف توابل التسبيكه مقاديرها عباره عن ايه. طبعا يعني ربنا يستر ما يعطس بقى وايه ويتبهدل من كميه التوابل دي. معايا جنزبيل، دي توابل تسبيكه. هو استاذ نرفع الورقه شويه. عندي جنزبيل، عندي كركم، عندي بابريكا، عندي قرنفل، عندي جوزه الطيب. المقدار الوحيد اللي هو اقل حاجه عندي هي جوزه الطيب طبعا عشان يعني ما يبقاش الموضوع حامي قوي او قوي، واللي عندي كتير البابريكا بما اني بعمل توابل تسبيكه يعني حاجه بطماطم، فبالتالي لازم ان انا اكتر الحاجه الحمراء. تمام كده، يبقى عندي اول حاجه اللي هي زيتونه الحلقه كلها او البيك بوس هي توابل التسبيكه. توابل الشوي، تشوي فراخ، تشوي لحم، تشوي سمك، والله ما هتقول لا مع ان احنا عاملين بهارات سمك بس برضو بتبقى لطيفه. اي حاجه عايز تشويها حطي عليها معلقه كبيره من التتبيله دي، كوبايه زبادي وشويه زيت وبس كده، ما عنديش اي حاجه تانية، تاكلي احلى طعم مشويات في الدنيا. عندي بابريكا، عندي كمون، عندي كزبره جافه، عندي سماء، عندي فلفل اسود وزعتر. هنقول طبعا ايه يعني انتوا شايفين المقدار متساوي. عندي مثلا معلقه كبيره اهي توابل الشوي، معلقه كبيره بابريكا، معلقه كبيره كمون، معلقه كبيره كزبره ناشفه، سماء، فلفل اسود وزعتر. هنزود الملح على التتبيله دي. وقت التسويه هتاخدي معلقه كبيره كوبايه زبادي او نص كوبايه لبن رايب، شويه زيت وبس، خلاص تاكلي احلى فراخ مشويه. توابل الكفته برضه هناخد منها معلقه كبيره على النص كيلو او حوالي مثلا 600 جرام، يطلع معايا احلى كفته حياتي مع طبعا باقي المكونات اللي احنا متعودين عليها. طيب توابل الكفته بتقول ايه؟ عندي فلفل اسود، عندي كبابه صيني، عندي بقدونس مجفف، هقول لكم ازاي نجففه لو مش متاح عندك يعني تجيبيه من السوبر ماركت، هو موجود مغلف على فكره، بس هو سهل جدا مفيش حاجه صعبه. زعتر، جنزبيل، كزبره ناشفه، حبهان مطحون، بصل باودر. تمام، مش هحط توم، يعني كفته الشوي ممكن تحطي سن التوم فريش لو عايزه، تحطي باودر برضو اختياري بس انا بحب البصل قوي فيها. بهارات السمك، البهارات دي بقى عايزه تتبلي جمبري، زودي معلقه من البهارات دي مع شويه مستارده وعصره ليمون وبس خلاص، ولا تحطي بقى 100 نوع توابل، فالموضوع يعني طالع طعمه حلو قوي. عندي كركم، يا فين بهارات اهي اللي هناك، عندي كركم هنرفعها لكم كده شويه عشان ايه ندى تعبت في الطباعه والتقطيع والتلزيق والكلام ده كله. عندي كركم، عندي كزبره ناشفه، عندي كمون، كرفس مجفف، وده بقى طعمه خطير فوق الوصف مع التتبيله دي، يعني بيبقى بجد وهمي. عندي ايه تاني؟ بقدونس مجفف، شبت مجفف، وحبوب الخردل مطحون. طب ايه حبوب الخردل دي؟ اللي هي بتعمل منها المسترد، موجوده عند اي عطار. لو عايزه حبوب خردل اللي انت عايزه تطحنيها عندك في المطحنه طحنيها، مش عايزه خلاص يبقى اطحنيها انت في البيت، اللي هي دي بتدي طعم للتوابل رهيب، يعني ريحته اصلا خطيره. وتوم باودر. تمام، يبقى دي عندي ايه؟ مقادير بهارات السمك، مقادير النهارده كتير بس يعني سهل. بهارات الشاورما، شاورما لحمه، شاورما فراخ، شاورما مصري، شاورما سوري، شاورما اي نوع شاورما حطي منه معلقه كبيره على فراخ لحمه سمك هتطلع معاكي خطيره. كمون، توم باودر، كزبره مطحونه، بابريكا، جنزبيل، كركم، فلفل اسود، سنه قرفه او شعره قرفه، وشط. تمام، اهو الموضوع ماشي عندي واحده واحده اهو،
ويعني الريح مش قادره اقول لكم عامله ازاي في البلاتو. طيب يبقى قلنا كده احنا كده خلصنا الخمس، هم اربعه ولا خمسه؟ هم خمسه المفروض. طيب احنا قلنا فاضل ايه؟ توابل الكفته. قلنا ما قلناش توابل الكفته ولا قلنا توابل الكفته؟ لا ما قلناش توابل الكفته، قلناها احنا قلنا كده خمسه. طيب يلا بينا. عندي بقى الحفظ التوابل ازاي، ان انا لما اعمل ميكس بين التوابل دي كلها تفضل عندي من غير ما ترطب ولا تنشف ولا يجرى لها اي حاجه. بصوا هجيبوا شاشه من اللي بنسوي عليها الكسكسي صغننه، او عندك قماشه مثلا قطن تقدري تحطيها برده، وحطي فيها شويه رز. تمام، هتحطي شويه الرز جوه الشاشه وتربطيهم ربطه محترمه كده زي البقجه الصغننه، وتروحي حطاهم في برطمان التوابل. خلاص بقى انسي، لا يمكن ان اي حاجه ترطب ولا تنشف ولا بصوا مفيش حاجه تيجي جنبها. فيعني تاكد التوابل مع الرز، الشاشه في الرز دي خطيره. ازيك يا نجوى؟ يا نوجة. ايوه ازيك يا نجوى؟ اي ازيك انت عامله ايه؟ عامله ايه؟ وازاي طبيخك الحلو وحاجتك الحلوه كلها؟ حبيبه قلبي حلوه بيكوا انتوا بعيونكم والله. لا والله انت بجد 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 شيف مفيش منك تاني يعني. يا رب يخليكي والله انتوا اللي عيونكم حلوه. يا رب يخليكي ما شاء الله ما شاء الله على حاجتك الجميله كلها اللي انت بتعمليها، بصراحه بنجربها ما بيطلعش احسن منها تاني. يا حبيبه قلبي ده انتوا يعني اللي كل حاجه في ايديكم بتبقى حلوه والله، يعني انتوا بس عشان انتوا حلوين. يا رب يا رب يخليك يا رب كل شيء دايما كده منوره الشاشه يا رب. نورك يا روح قلبي وعلى قمه الشاشه دايما يا حبيبتي، يديكي كل خير. ربنا يكرمك ويفرح قلبك وما تحرمش ابدا من سماع صوتكم ده، والله ده بالدنيا. ربنا يخليك يا رب ودايما في الاحسن والاعلى دايما يا رب دايما ان شاء الله بامر الله. ربنا يوفقك دايما يا رب. طب قولي لي ما عندكيش اي سؤال كده نفسك في حاجه؟ والله نفسنا نشوفك دايما في احسن حال يا رب، ونسمع عنك كل خير. ربنا يبارك لك يا رب بصحتك ويديكي كل خير ويخلي لك اولادك كده ويديكي كل صحه وعافيه يا رب. اللهم امين. وشكرا على اكلك الجميل وكل حاجه بتعمليها حلوه. ربنا يخليك حبيبه قلبي. بصوا بصوا عندي توابل لونها وريحتها خطيره دايما. في ناس وده السؤال على فكره بيجي لي على الصفحه على طول، يا توته بنعمل الاكل بس بيطلع ملوش طعم او بيطلع مثلا ايه ماسخ كده ملوش نكهه ملوش تتبيله حلوه. خلاص بقى نركن الكلام ده كله على جنب وجربوا حلقه التوابل النهارده بجد والله. مش هتشتري اي توابل تانية من السوق، احنا بنروح نشتري علبه التوابل شاوي او سمك او الكلام ده بتاع قد كده 30 جنيه. طب ليه لما انا ممكن اروح للعطار اجيب ب 3 جنيه كركم، ب 3 جنيه بابريكا، ب 3 جنيه اي نوع توابل بقى، وميكس مع بعض زي ما انا عملت كده واشيله في البرطمان مع الشاشه والرز ويبقى خلاص. يبقى انا عندي ايه اهو شايفين اللون عندي دي تتبيله اهو، هحاول نقفلها اهي. بقى عندي ايه؟ تتبيله الشاورما اهي. تمام نحطها كده، هكمل طبعا دول بس في الفاصل. بس تعالوا نعمل بقى ايه ميكس اللي بعده، نطلع فاصل. طب بقى ميكس حاجه تانية ولا حالا دلوقتي يا سباعي؟ طيب ماشي ماشي خلاص، هناخد بس فاصل سريع ونرجع لكم من تاني نكمل بقيه التوابل الروعه بتاعتي. وما تاخروش، هناخد فاصل سريع ونرجع لكم جري على طول. رجعنا لكم بعد الفاصل ما غبتش عليك. طب تعالوا نشوف بقى اللي بعديه او يعني الوصفه التوابل اللي هنعملها بعدها. توابل السمك دي في حته تانيه خالص، يعني ولا تحطي بقى كمون ولا كزبره لوحده، ولا تقعدي بقى تقولي لا ده زاد شويه، لا ده نقص شويه، لا ده طالع مش متبل، ده خلاص بقى احنا هنركن الموضوع ده على جنب. توابل السمك او بهارات السمك عندي على اي حاجه طالعه من البحر، اي حاجه ليها علاقه بالسي فود حطي عليها معلقه كبيره عصره ليمون وبس يا ستي، بقى عندك الموضوع تمام التمام. تعالوا بقى نميكس على طول، احنا قرينا احنا هنقرا تاني ليه؟ ادي بهارات السمك. اللون اصلا عندي خطير. طيب ما عنديش او ما فيش مكان مثلا معين اجيب منه بقدونس او كرفس او الكلام ده، هتعملي ايه؟ هتجيبي البقدونس او الكزبره او اي حاجه من الحاجات دي تغسليها وتنشفيها كويس جدا ودخليها الميكرويف حوالي دقيقتين بس، اطلع طلعيها افركيها هتلاقيها اتفتفتت معاكي، اديها طحنه كده بايد الهون او باي حاجه عندك وبقت جاهزه عندك بدون اي عناء، ولا تنزلي ولا تروحي ولا تجيبي. يبقى هجيبهم ادخلهم الميكرويف وبس تبقى خلصت. يا سموحه
يا شريف توته يا قمره. صباح الورد والهنا، عامله ايه يا روحي؟ يا حته سكر ربنا يخليك يا رب. ايه الجمال اللي انت بتعمليه؟ شوفي انا ماسكه نفسي عايزه اعطس وبحاول ابقى متمالكه. لا لا حلو حلو افكارك بصراحه، يعني الله اكبر عليك. ربنا يفرح قلبك ويكرمك. كنت بالله عليك عايزه خلطه القرنبيط معلش. يا سلام بس كده؟ بس دايما ما لناش قرنبيط بقالنا كتير، بس هقول لك المقادير على ما نعملها. والله هو مفيد جدا والله، تحفه. لا لا يعني يعني انا فكرتك بيه اهو. جدع جدع يا سموحه، عملت اهداء في الحلقه. طب قولي لي انت بتاكليه بس مقلي، ما جربتيش تعمليه بالبشاميل او تعمليه بالبشاميل؟ ايوه ايوه حد قال لي بشاميل، بس انا بقى عايزاك انت بقى تقولي لي اعمليه. سلام عيوني ليك، يعني انا ما اقدرش. بس انت بقيتي زيك زي الناس اللي هنا معانا، بقيتي يعني ضلع اساسي في البرنامج. ربنا يبارك لك يا رب ويخليكي لنا يا شيف توتا، يا رب ويحسن ما بين ايديكي يا رب. يا رب ويخليكم ليا ويحسن ما بين ايديكم وتعيشوا وتعملوا كل حاجه حلوه. ربنا يخليكي يا رب يا شيف. ماشي يا شيف توتا، اتفضلي حبيبتي. حبيبه قلبي، مع السلامه. باي روح قلبي. صباح الفل، صباح الهنا. لا ما تهزروش. لا ما تهزروش، ده المكالمة دي مهمة قوي. لا ارجعي كلميني تاني. طيب انا عندي بعمل كده زي ما قلنا، وهحط الشاشة بشوية، كان بودي ان انا احط لكم الشاشة بس ما لقيتش الشاشة للأسف، يعني وانتي تجيبها من البيت. فهحط ايه؟ ماشي. حط يا ماما. يا توتة سامعاني يا توتة؟ ازيك يا ماما؟ حبيبتي ماما يقعد يعني ايه؟ يعني جايه تتصلي في يوم توابل كده اردحي نعمل بطايه وازاي؟ كل حاجه بتقدميها جميله يا توتايا. حبيبه قلبي يا ماما. طمنيني عامله ايه يا حضرتي؟ ازيك؟ وحشاني يا حبيبتي. عامله شويه لسه عندي امبارح يا روح قلبي. ماما كانت عامله كرومب وكفته، ومش قادره اقول لكم بقى، يعني مش قادره والله من امبارح ما اكلتش. حبيبه قلبي روحي طمنيني عليك يا توتي. بخير والله يا ماما طول ما انت بخير يا حبيبتي. والله من امبارح وحشتيني يا روح قلبي. ربنا يخليكي ليا ويطول في عمرك وتفضلي دايما كده منوره حياتنا بنورك يا روح قلبي. قناه صدى البلد ومنورين فريق الاعداد وسباعي والمجموعه كلها زي الفل. ما شاء الله عليكم يا توتا. ربنا يخليكي. روح العمل وفريق العمل معاكي زي الفل. ربنا يخليكي يا روح قلبي ويديكي كده يعني طولة العمر وصحه وتفضلي منوره حياتنا كلها. حبيبتي ديكي امبارح يا روح قلبي. يا رب يخليكي. حبيبه ماما يا توتا. ما خلص واكلمك بقى. طب يا روح قلبي ماشي. ماشي يا روح قلبي. تسلمي ايديكي يا حبيبتي على كل حاجه بتعمليها. حبيبتي يا ماما. باي باي يا باي روح قلبي. توابل واحراج يعني يلا. هنعمل بقى ايه؟ بص احنا عملنا الاولانيه، بص تعالى خلصنا زي ما قلنا كده. ادي بهارات السمك، هتاخدي منها معلقه كبيره على نص كيلو من اي نوع من الاسماك وعصره ليمونه، وعايز شويه زيت حطي، بس طبعا حاله الزيت دي يبقى مش هقلي، ما فيهاش ابدا حاجه هقليها اتبلها او احط فيها زيت نهائي تماما. عندي خلصت، تعالى بقى نشوف اللي بعدها ايه. عندي توابل الشوي، يلا بينا. توابل الشوي دي بقى عايزه تاكلي فراخ مشويه زي بتاعه الحاتي بالظبط، معلقه كبيره، كوبايه زبادي، شويه زيت صغيرين وبس يا ستي، يبقى عندك احلى توابل شوي. يعني الميكس ده هيغنيكي عن ان انت تروحي كل شويه هتبلي مثلا، هطلع الفرخه هفضل بقى افتح البرطمان ده اجيب شويه مش عارفه ايه، وافتح البرطمان ده والعلبه دي اجيب شويه ايه. لا ميكس بقى، احنا عايزين ننجز، مش عايزه الموضوع يبقى مرهق كده بقى وزهق نفسي وانا واقفه. ادي إيه اهو شايفين بقى، بصوا لونها عامل ازاي، لونها خطير، يعني الريحه اصلا لوحدها خرافه. ناخد اهو وابتدي انزل عندي في البرطمان وبس كده. في ناس بتحفظ التوابل في الثلاجه، بس ده لو انا جايبه كميه، يعني انا الكميه بالنسبه لي دي مش كبيره، حتى يعني البرطمان مش كبير فاقدر اسيبه عادي في المطبخ في حته ما تكونش جنب البوتاجاز، يعني ما تبقاش لازقه في البوتاجاز عشان السخونه. فبالتالي هتعملي كميه من دول خلاص هتقعد معاكي حبه حلوين. عايزه انت بقى مثلا من الناس اللي بتشتري توابل بالكيلو او بالنص من العطار، هتشيليهم في الفريزر او في باب الثلاجه افضل، عشان لا قدر الله ما تسوست، لان دايما البهارات والتوابل على الصيف بتلاقيها سوست خلاص بقى، وما ينفعش ان بشوف حاجات قصه ايه انخليهم او مش عارفه اطلعيهم. غلط جدا جدا حاجه تسوس وروح نخلاها او الكلام ده، ضررها اكتر من نفعها. يعني البهارات سعرها مش مكلف، فبالتالي يعني غلط جدا انا حاجه تسوس واستخدمها تاني، مش صح ابدا. وادي اهو عندي بهارات الشوي، فاضل عندي توابل التسبيكه. طيب هتاخدوا بالكم بقى انا هعمل ايه، كل لما بيفيد عندي شويه همكسهم هنا عندي على بعض، وفي الاخر هقلب ده كله مع بعض واشيله البرطمان لوحده اتبل بيه اي حاجه، هشوي صدور، هشوي كبده، هشوي الحاجات دي كلها هعملها مع بعض، لان في الاول والاخر دي توابل. يبقى عندي اللي بعده ايه؟ التسبيكه. التسبيكه دي بقى خطيره، مش قادره اقول لكم قد ايه طعمها
تحفه يعني، بتخلي المكرونه حلوه، هتخلي الطبيخ حلو، هتعملي لحمه مع الصاجه خدي منها معلقه هتبقى برضو حلوه قوي. فيعني دي بالذات مختلفه جدا عن اي توابل جربته. هنمكس كده كله مع بعض، يبقى خلاص مش عندي غير توابل الكفته. ولسه وانا في الفاصل كنت قاعده يعني بقلب كده في البوست اللي نزلته على الصفحه، فلقيت بنوته كاتبه عايزه توابل البطاطس. بما ان احنا عملنا النهارده لسه عندي طبعا توابل كبده، وعندي عندي توابل كتيره جدا، توابل البحر يعني، فهنعمل حلقه ان شاء الله فيها توابل البطاطس زي بتاعه المحلات السوري بالظبط. فعشان ايه برضو تعرفوا ان انا متابعاكم. ادي عندي توابل التسبيك، توابل التسبيكه دي بقى بتدي، والصلصه بتتسبك كده على النار، انت شامه ريحه مختلفه يعني، شامه ريحه كده مفحفحه غير اي توابل انت حطيتيها. كمل كده كل الكلام الحلو ده، يبقى فاضل عندي توابل الكفته. توابل الكفته عندي برضو زي ما انتم شفتوا سهله قوي، ما فيهاش حاجه صعبه. وقلنا ازاي نجفف الخضره لو عندي مش عايزه، ما عندكيش مايكرويف مثلا، تقدري تجففيها بره في الشمس، حطي كده يعني ورقه زبده وحطيهم ينشفوا. يا حنان السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شفتوت؟ زي حضرتك الحمد لله يا غاليه. عامله ايه؟ تملي مبتكره كل حاجه جديده. ربنا يكرمك والله، انتوا اللي شايفين كده والله. ربنا يبارك لنا فيك، ربنا يفرح قلبك ويكرمك. ربنا يخليكم يا استاذ. بصي بقى، انا عايزاكي تجربي توابل التسبيكه دي ضروري، دي اهم حاجه في الموضوع كله. اكيد طبعا هجرب كل حاجه ان شاء الله. تجربيها تطلع زي الفل. ما بين ايديكي دايما يا توتا. يا رب، اللهم امين. احنا وانت يا رب. انت عامله ايه حبيبتي؟ وازاي الصف كله وكل العالم كلهم بيسلموا عليك. ربنا يبارك لنا فيك. ربنا يفرح قلبك. منوره الشاشه يا توتا. بنورك يا روحي. يا رب يكرمك ويعني ويجزيكي كل خير. الله يبارك لي فيك يا رب. يا رب، اللهم امين حبيبتي. حبيبي صباحك هنا وسعاده. كفته بقى، عارفين لما بنيجي نروح نشتري مثلا من السوبر ماركت كيس توابل الكفته، انا شامه ريحه دي دلوقتي يعني، انا مش شامه ريحه التوابل على قد ما انا شامه الكيس اللي احنا بنشتريه مستعجلين وعايزين نتبل الكفته. خلاص انا عندي الموضوع ده تمام، نص كيلو اللحمه هاخد منه معلقه كبيره واظبط الملح وبس، عندي يبقى عندي احلى توابل كفته انا عاملاها على ايدي. طبعا لو كان عندي وقت كنت كمان خدت البهارات صحيحه وحمصتها على النار، اديتها تشويحه تبتدي تطلع الريحه كده وتسخن، واديها طحنه كل حاجه على حده، بس ده كنا عايزين ثلاث حلقات يعني مش حلقه واحده. ف يعني الموضوع سهل جدا وبسيط. ممكن حد يشوف احنا طالعين حلقه كامله عشان توابل. في ناس بتبقى مهتمه جدا بالحلقات دي، بدليل ان انا ما عملتش الحلقه دي كده غير لما نزلت لكم سؤال على الصفحه، وحبايبي اللي متابعيني على الفيسبوك مطبخ توته مراد هم اللي قالوا يا ريت يا توته تعملي حلقه عن التوابل، فلقيت في تشجيع حلو لان في ناس بتحب جدا الحلقات دي. وهنعمل برضو عشان في بنوته طلبت مني التفريزات، هنعملها ان شاء الله عشان رمضان. ربنا يا رب يعني يبلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين، ونفضل كده احلى صحبه واحلى ناس في الدنيا. وبس خلاص، شفتي يا استاذ بقى انجزنا ازاي؟ المعلقه الصغننه دي بصراحه انجزت اهو، عندي توابل الكفته. يبقى عملنا ايه مع بعض؟ نجيلكم بقى هنا. عملنا توابل الشاورما، وعملنا السمك الشوي، التسبيكه، توابل الكفته. خلاص مفيش بقى حجه بعد كده، حد يقول لي الاكل بيطلع مش مظبوط، الاكل بيطلع مش عارفه ايه، لا الموضوع والله سهل جدا وبسيط، مفيش اي حاجه صعبه ولا في حاجه معضله. اتمنى تكون الحلقه عجبتكم واكون افدتكم كده واتكلمنا ورغينا شويه مع بعض. طبعا كل حاجه تنزل على صفحتي بالتفصيل وعلى انستجرام واي بلاتفورم بنزل عليها شغلي. وهناخد بقى فاصل سريع ونرجع لكم على طول، لسه طبعا فقراتي ما خلصتش، بس فاصل ونرجع لكم جري على طول. رجعنا لكم بعد الفاصل، ما غبتش عليكم. الصحي يا كنز، ما بنحسش بيه غير وقت التعب والهمدان، طول ما صحتنا كويسه بنقدر نحقق كل اللي بنحلم بيه، وبنقدر نعيش حياتنا من غير تعب. الصحه عشان تكون في احسن حالتها لازم تكون مش ناقصها اي نوع من انواع الفيتامين، ونكون مقويين مناعتنا كويس جدا عشان نفضل محافظين عليها. لازم نحافظ على الفيتامينات المهمه اللي موجوده في جسمنا. النهارده معانا كورسيز اللي بيحتوي على فيتامين د والف والاوميجا 3، وده اللي هيكلمنا عنه اكتر بالتفصيل دكتور مصطفى حامد، استشاري امراض الصدريه والباطنيه ومستشار الطبي لشركه اي ام دي. نرحب طبعا دكتور مصطفى. ازيك يا دكتور؟ ازيك؟ اخبار حضرتك ايه؟ الحمد لله. طبعا دلوقتي كل الناس خايفه، كل الناس قلقانه، وكل الناس يعني مش عايزه اقول مرعوبه، مش عايزه اخوفهم، بس الموضوع ما بقاش سهل، او مش بقى رفاهيه ان انا هقول هاخد مكمل، لا انا همشي كده ببركه دعاء الوالدين، والموضوع دلوقتي مقلق جدا. فعايزين نوعي الناس ونفهمهم ان اي مكمل غذائي مهم جدا في يومي، ضروري جدا في حياتي بصوره ثابته، فحضرتك ان شاء الله تشرح لنا الكلام ده كله. تمام. احنا مبدئيا هي الناس فعلا خايفه، بيتنوع الموضوع بين ثلاث حاجات يمكن
احنا اتفقنا ان في حاجه اسمها نزلات برد وفي حاجه اسمها في انفلونزا موسميه واخر حاجه عندنا اللي هي الكورونا او المتحوره او ايا كان نوعها ايه. في ناس بتبقى فاكره ممكن ان ده نزله برد عاديه وموضوع فعلا بيظهر باعراض بسيطه زي ممكن يكون حكه في الزور بسيطه، ارتفاع في درجه الحراره، ممكن يبقى في رعشه جامده في جسمنا، جسم وجعني، في كحه بسيطه، ويقول لك خلاص الاعراض دي زالت واحنا خلاص احنا خفينا وكان دور برد عادي. صح. لا انا عايز اقول له النقطه دي ما ينفعش انت تقررها، او بمعنى صح هي فعلا الاعراض هتزول لكن السبب هل هيزول ولا هيبقى في مشكله معانا. بتحصل بعد كده ان المريض فعلا بيبدا يحس ان لا انا مش طبيعي، في كحه مسكاني، جسمي فيه وجع غير طبيعي، ما بقتش عارف اعمل مجهود اللي انا بعمله قبل كده. الكلام ده كله بنقول عليه بيبقى ساعات مصاحب لاقتراح من عندك ان دي نزله برد، او العكس صحيح، ممكن واحد يبقى جايله الاعراض اللي اتفقنا عليها دي ويتوهم ويبقى حاله من حالات البانيك اتاك جاياله. صح. انا عندي كذا، انا طيب، كل الكلام ده كله احنا مش معترضين عليه، وانت ليك حق انك تخاف على صحتك طبعا، بس هي النقطه انت عملت ايه لصحتك عشان تخاف عليها، دي نقطه مهمه جدا. التوعيه اللي احنا بنقولها دلوقتي اللي هي الجهاز المناعي، احنا في ناس كتير جدا بتقول احنا خدنا المصل امال عينا ليه؟ لا، هي الموضوع مش كده، هو المصل هو عباره عن انا بديك الفيروس بصوره ضعيفه بحيث ان انا ربي قدامه مناعه. طيب انا خدت الفيروس وربى قدامي مناعه، لكن هل ده يمنع الاصابه؟ لا، ما يمنعش الاصابه. هل ده يمنع ان انا ممكن ادخل في مضاعفات حتى لو كانت بسيطه؟ لا، لا يمنع. بس النقطة اللي هي أو الحصان الأسود زي ما بنقول عليه أو الشيء الرابح في النقطة دي هي جهاز المناعة بتاعك. أنت بلس المصل اللي أنت خدته، جهاز المناعة بتاعك أخباره إيه؟ الأوميجا 3 وفيتامين ألف وفيتامين دال زي ما حضرتك أشرتي الموجودين في الكولوسيس، نسبهم إيه عندك؟ طب وهل ليهم فايدة في إن هي فعلاً تخليك في مضاعفات عندنا أو لأ؟ دي نقطة مهمة جداً جداً بالنسبة لنا. لما نيجي نلاحظ إن حاجة زي الأوميجا 3، خلي بالك يعني احنا قليل قوي لما نلاقي الاوميجا 3 متضافه لفيتامين زي فيتامين الف او فيتامين دال في كبسوله واحده، دايما بكل وحدها يا دكتور، يعني ممتاز. الاوميجا 3 دايما بتكون قرص لوحده، ممتاز، ما فيش حاجه ثانيه معاه. الكولوسيز عمل النقطه دي انه ضاف الاوميجا 3 فيتامين الف ودال اللي مهمين جدا بالنسبه لي، في حين ان انا ممكن الاقي فيتامين الف ودال لوحدهم في كبسوله ما، واضطر ان انا اخد كبسوله اوميجا 3، هضطر اخد كبسولتين من هنا على ثلاث كبسولات من هنا، بقت العمليه بقت خمس ست كبسولات، الموضوع بقى اوفر بالنسبه لي، وحتى لو مشيت عليه يوم اتنين تلاته اسبوع مش هعرف اكمل بيه. بالزبط. طيب هل اضافه الاوميجا 3 فيتامين الف وفيتامين دال شيء تخليقي احنا اللي عاملينه؟ لا، ده ربنا هو اللي عمل حاجه زي كده عن طريق الكولوسيز اللي فيه زيت كبد الحوت. وزيت كبد الحوت دي معلومه لازم نبقى عارفينها انه بيختلف تماما عن زيت السمك. زيت السمك هو اوميجا 3 فقط لا غير، زي اي كبسوله فيش اويل. طيب بالنسبه لي الكولوسيز وزيت كبد حوت يتكون من فيتامين الف ودال واوميجا 3. طيب احنا اتفقنا ان الاوميجا 3 متشكرين جدا ليها انها اتضافت فعلا مع فيتامين الف ودال في الكبسوله بتاعه الكولوسيز. طب فايدتها ايه؟ انا عندي دلوقتي بنقول نزلات البرد بتختلط باعراضها مع الكورونا او مع الانفلونزا الموسميه. طيب هل في حاجه تقدر تقلل لي نزلات البرد بنسبة كبيرة عشان حتى أعرف اللي جالي ده أشتبه فيه بطريقة أكبر، أقول ده إنفلونزا موسمية أو كورونا وأقلل اشتباهي بالبرد؟ الأوميجا 3. تخيلي إن الأوميجا 3 بس في نسبة زي نسبة في الأطفال أو سن الشباب والسن ما بين 30 ل 40 سنة، الناس دي كلها بتتعرض لأنها بتخرج كتير لنزلات برد بطريقة شديدة. فبنلاحظ إن الأوميجا 3 لما أخدها بمعدلاتها المظبوطة بتاعتنا بناء على سني، هلاحظ انها هتقلل نسب حوالي 40% من نزلات البرد اللي انا باصاب بيها. يعني 40% يعني انا لو بقول بعيا مثلا 10 مرات في السنه بالبرد، لا انا هشيل منهم اربعه وهيتبقى لي سته. انا بدي مثلا بغض النظر عن كورونا، هي الفكره ان في ناس طول الشتاء وصول الاطفال يا دكتور، بما ان في يعني ربنا يا رب يعافي الجميع، بقى في دلوقتي حالات اطفال. مزبوط. يعني بقى في كورونا والاوميكرون والحاجات دي، بتلاقي اطفال فعلا عندهم الفيروس. فالموضوع ايه؟ مش بس كورونا. مزبوط. هي الفكره ان طول الشتاء في ناس عندها برد، فلازم ان انا اقوي جهاز المناعه بغض النظر عن اي فيروس موجود في الجو. مظبوط. هي دي النقطه اللي احنا بنحاول نوصلها للناس. وفعلا والاطفال كمان
كمان يعني انا بالنسبه لي الاطفال يمكن اقل وطئا في الموضوع ده كله الاصابه فيه، لان يعني دايما حتى لما يجي لي حد وبيتكلم معايا طب انا عندي اشتباه كورونا، بقول له عندك اشتباه كورونا، طب اولادي في البيت. يا سيدي فكر في نفسك، الاولاد في البيت او السن الصغير عموما هو عنده قابليه ومناعه بتبقى كويسه جدا للقضاء على او عدم وجود مضاعفات حاده، وده في اغلب الاحيان. عشان كده حتى يعني ما سمعناش عن تدهور حالات اطفال في كورونا او الكلام ده كله، ولكن بنعرف الموضوع ده في السن الكبير او في اصحاب الامراض المزمنه. عشان كده حتى واحنا بندي الكرسيز بنديهم كرسيز اكتر من الاطفال. طب ليه؟ لان هم في حاجه للنقطه دي. هل ده معناه ان انا طفل ما اخافش منه او بمعنى صح ما اخافش عليه؟ لا، احنا بنقول كل دور حتى لو كان بسيط ولكن اهماله ممكن يؤدي، لكن انا ممكن اقدر ادعم مناعته عن طريق الكبسوله اللي بفضها له اذا كان ما بيعرفش يبلعها على اي مشروب او اي اكل. لما اجي ابني في الطفل فيتامين الف ودال والاوميجا 3 وبالذات فيتامين دال اللي محتاجه جدا في حاجات كتير جدا، ما بين لين العظام وما بين تقويه الاسنان وما بين ترسيب الكالسيوم والفوسفور اللي محتاجه على عظمه، ده دي نقطه. والنقطه الثانيه الا وهي تقويه حيويه او زياده حيويه جهاز التنفسي عند طفل. كتير مننا من بنعاني من الاطفال بترشح بصفه مستمره طول فتره الشتاء، كتير مننا بنعاني من كحه مستمره، يقول لك ده ما لحقش يريح يومين. يخف يا دكتور، في ناس تقول لك انا ابني طول الشتاء رايحه جايه بيه عند الدكتور، راح اشغل جهاز البخار، ابدا اديله بجلسات بخار، ابدا اعمل. طب انت كل ده بتشتغلي رد فعل، ما بتشتغليش فعل للموضوع. طب ليه انا ما ابداش انا اللي هاجم او انا ابقى صاحب الخطوه الاولى عن طريق ان انا بديله فيتامين زي فيتامين د، فيتامين الف، اوميجا 3، كل الحاجات دي هتخلي بمعنى صح صدر الطفل عندنا او صدر الشخص الكبير. خلي بالك صدر الاطفال وصدر الكبار في السن الاثنين واحد بالنسبه لي، اثنين قابلين ان يحصل لهم حساسيه على الصدر بمنتهى السهوله، لان فترات الضعف تبقى اثناء الصغر والكبر، هم دول بالنسبه لي اللي ممكن يتعرضوا لمؤزمه الحساسيه بطريقه اكبر. طيب دلوقتي في ناس يا دكتور تقول لك ايه، وممكن يكون يعني شخص سليم ما عندوش اي مرض مزمن، بس تيجي يقول لك ايه انا حاسس بهمدان، او حاسس ان انا ما عنديش نشاط، حاسس ان انا كسلان على طول، حاسس ان انا مش قادر، عايزه مثلا كوبايه الميه، لا حد يجيب لي كوبايه الميه، يعني في كسل بصوره عاليه جدا، يعني ممكن يكون الشخص كان عادي كان بيقوم ويتحرك، بس فجاه كده حاسس ان هو مش قادر يقوم او مش قادر يتحرك، هل الكرسيز ليه افاده في النقطه دي؟ مظبوط، حضرتك اشرت لنقطه مهمه جدا الا وان الكرسيز بالنسبه لنا في النقطه دي، لما اجي انا الاقي فيروس زي فيروس كورونا بيضربني او اي مرض بيضربني في قوتي ومناعتي وبيضربني في مدى مجهودي اللي انا عايز اعمله ومش لاقي مجهود اعمله بالزبط. فبالتالي انا محتاج حاجه تعوضني بديله، بجانب انه هيزود مناعتي لكن كمان انه هيديني اربع اضعاف الطاقه اللي انا محتاجها. يعني ان بضطر ان في بعض الناس وغالبيه التعب دايما بنقول انت ممنوع منك كذا وكذا وكذا وتاكل اكل كذا وكذا كذا، المريض بيرد عليك طب امال هاكل ايه يا دكتور، ده انا نفسي، ده انا تعبان، ده انا محتاج اتغذى، انا محتاج كذا. هو انت كلامك مظبوط بس احنا ممكن نديه بطريقه ثانيه عن طريق الكولوسيز، لان هو فيه اوميجا 3 زي ما اتفقنا اللي هو بيديك اربع اضعاف الطاقه اللي هيديها لك الجلوكوز العادي. اذا كان الجلوكوز بيديك 36 اي تي بي، فنلاحظ ان الاوميجا 3 بتديك 146 اي تي بي، يبقى اذا ادتني اربع اضعاف، والاي تي بي ده على فكره جزء طاقه، يبقى اذا ادتني اربع اضعاف الطاقه اللي انا عايزها، وفي نفس الوقت ساعدتني على الخروج من فتره التعب وفتره النقاهه اللي بيعدي بيها المريض لحد ما يوصل ان بيبدا اكله يبقى طبيعي ويبدا ياخد غذاء من اكله، وبرده محتاج الكولوسيس حتى وانت بعد الاصابه. طيب يعني عايزه بس اسال كده سؤال، ويمكن ده دايما بكرره يا دكتور، لان انا عايزه اوصل للناس ان المكمل الغذائي ضروري ومش لازم اتجه للمستورد، مش لازم اروح اجري على العلبه اللي ب 600 جنيه و 700 جنيه وفي ارقام على فكره بتبقى اعلى كمان من كده، ولا انا ضامنه المصدر، ولا ان انا مطمنه ان انا هاخد الجرعه الكافيه لجسمي مش هيحصل اي مضاعفات او يحصل مشكله او يحصل مشكله في الكلى والكلام ده كله، لان لازم الحاجات دي تبقى مدروسه او اعرف نسبه الفيتامين ده ناقص عندي بقد ايه، وهل المكمل الغذائي او الفيتامين اللي انا هجيبه هيبقى جسمي هياخد منه المستفيد بيه وبعد كده خلاص، ولا الوضع بيكون ايه؟ الناس دايما بتجري على المستورد، عايزين نوصل لهم نقطه ان حاجه مصري موجوده بقالها كتير جدا في الصيدليه هتفي بالغرض، تبقى افضل كمان من اي منتج تاني. تمام، النقطه دي كويسه حضرتك اشرت ليها، بحيث ان فعلا انا لما باجي حتى اشوف حالات او ادخل على حالات ببص عليها الاقي كميه ادويه مستورده شنطة وجدع اللي يجيب. صح، هنبقى صراحة مع بعض. صح، هي العملية مش بكده، لازم أبص للمنتج. هل نيجي نبص حاجة زي الكولوسيز، احنا قلنا ده عبارة عن زيت كبد حوت،
زيت كبد الحوت عشان مبدئيا كده هو مصدر واحد في العالم، يعني بمعنى صح كل العالم بيجيب من مصدر واحد فقط لا غير، لان هو مكان بيبقى موجود فيه نوع سمك معين والسمك ده مستخلص منه الزيت بتاعه، فبالتالي ده مش تصنيعي او تخليقي. فاذا اللي هيجيب منه في مصر هو في المانيا وفي فرنسا وفي امريكا، كل الدنيا هتجيب من مكان واحد. النقطه بقى اللي بتميز الكولوسيز الا وهو ان انا لما اجيب الماده او المصدر الخارجي وابدا اعديه على وزاره الصحه، بمعنى صح في رقابه دوائيه عليه، في تفتيش من وزاره الصحه عليه، يبقى انا بطمن ان الماده دي كفائتها على درجه عاليه. طيب هل دخلت وبس كده؟ لا، دخلت على التصنيع عشان تدخل في الكبسوله الجيلاتينيه بتاعتها الرخوه. لا، كمان بعد ما اتعملت في الكبسوله الجيلاتينيه هل المقدار اللي جوه الكبسوله هو هو اللي بينص عليه البروشور بتاعها؟ دي نقطة تانية. هي الفكرة يا دكتور ان انا اخد حاجة مضمونة، اخد مزبوط. حاجة يعني جاية من هنا من بلدي، فالموضوع ده اكيد بيفرق ويعني هيفرق جدا معانا. انا عايز اقول لحضرتك وقتنا خلص، بس يعني صدموني دلوقتي ان احنا لازم يعني نختم، لكن حضرتك يعني مبسوطة جدا بوجودك، وان شاء الله كل مرة نفهم الناس او نوعيهم على اهمية المكمل الغذائي الكولوسيس في حياتنا أكيد. وفي يومنا يكون ثابت معانا يعني طول العمر ان شاء الله. ان شاء الله. نورتي دكتور مصطفى، وان شاء الله لينا فقرات جايه كتير مع بعض، وتفضل كده يعني تفيدنا اكتر واكتر كل مره. نورتي دكتور مصطفى. لسه فقراتي ما خلصتش، هناخد بس فاصل سريع ونرجع ليكم على طول من تاني، استنوني. رجعنا لكم بعد الفاصل، ما غبتش عليكم. الاكل بالنسبه لينا دايما مربوط باي لمه او مناسبه او حتى ساقعه زي اللي احنا فيها دي، يعني لو خارجين مع اصحابنا او اهلنا اول حاجه بنفكر فيها عشان نكون مبسوطين كده والمود بتاع الخروجه يبقى حلو، هناكل ايه؟ طبعا عمر ما حد بيتفق في الناس اللي في الخروجه ان احنا مثلا نروح ناكل فراخ مشويه او هناكل اكل صحي او خضار صحي والكلام ده، لا دايما بيكون الخروجه كلها موجهه لسعرات كتيره جدا عشان نحس ان احنا خرجنا وانبسط. لكن منظومه خبيره التغذيه دعاء سويلة تخلينا ننبسط اكتر لما تساعدنا ان احنا نوصل لوزن المثالي ويكون شكل جسمنا متناسق ونلبس اللي احنا عايزينه من غير ما نكون محتاجين نداري اي ديفو موجود، وده لان هدف المنظومه مصر بلا سمنه، فهنعرف اكتر ازاي ممكن نخس وننبسط بشكل اكتر بكتير من اللي احنا فيه، يعني شكلنا يكون افضل بكتير. هنعرف كل ده من خلال الدكتور خالد احمد غزالي استشاري نباتات طبيه وممثل منظومه خبيره التغذيه دعاء سويلة. ازيكي يا دكتور؟ اهلا بيك. اخبار حضرتك ايه؟ اهم حاجه عندي كتوت الاكل. مفيش خروجه؟ يعني احنا دايما بنصحى الصبح من النوم بعد ما نفطر هناكل ايه؟ هنتغدى ايه النهارده؟ بالظبط. لا وفي بين الفطار والغدا يا دكتور نعناع. لا شويه فشار بالكراميل لسه كنت عامله لهم على حتتين كيكه. من غير كراميل. لا واحنا نجيب فشار كده في حاله، لازم نزود الموضوع. ضد يعني لا والله يا دكتور بحاول جاهدا ان احنا حتى لو عملنا يعني ثلاث ايام في البرنامج وصفات ثقيله بحاول يوم كده يبقى ايه يعني ننقذ ما يمكن انقاذه من الثلاث ايام اللي فيهم دهون كتير، بس دايما هدف المنظومه ان احنا نخس بدون حرمان. طيب بالزبط. انا هقول لك على حاجه، المنظومه هتخليك تعملي كل اللي انت عايزاه، او تخلي اللي عنده سمنه او اللي عاوز يحافظ على وزنه او يحافظ على صحته قبل وزنه بالزبط. ياكل كل اللي هو عايزه بس بدون حرمان. مش كل الكميه هيقدر ياكلها، يعني النوع عادي لكن الكميه هي الكميه هي اللي هتفرق، وهو هيبقى شبع من الكميه. ان انا خلاص لو انا محصوت لي مثلا ثلاث بولات رز هاكل نص بوله وهشبع. معمول بسمن بلدي، معمول بزبده، معمول بزيت مسلوق، مش عارف ايه، زي ما انت بتاكله، عايز تحط عليه طبيخ، عايز تحطه لوحده، المهم هتاكل عاداتك الصحيه، مش هنبدلها لك. او كميه الاكل اللي هتاكلها هي اللي هتفرق معاك. حلو. ليه؟ لان احنا بندي، قلنا انا بقولنا بندي حاجه تقفل الشهيه. كويس؟ طيب في ناس يا جماعه وزنهم كبير قوي. عندهم 60 و70 كيلو زياده. انا فاكره ان كان في حالات معانا كانت وزن زياده كان 100 كيلو. بالظبط كده. كويس؟ انا دلوقتي مثلا هل ده ياخد نفس كميه الكورس نفسه اللي هياخده مثلا واحد عنده 10 15 كيلو؟ لا طبعا. طبعا أكيد. طب هل واحد عدى ال 40 سنه او واحد عدى ال 40 او 45 سنه زي الشاب الصغير اللي عنده 25 او 30 سنه لا او الشابه؟ طبعا لا. ده مش انا بقول عشان حاجه، بقول عشان بيحصل خلل في الهرمونات بعد ال 40 سنه او ال 45 سنه بين هرمونات الغده الدرقيه، فبالتالي الحرق بيقل. يعني العمر كل ما بقى فيه تقدم في العمر كل ما نسبه الحرق بتقل. وزائد ان الحركه نفسها بتقل. صح. طيب نيجي نتكلم مثلا، انا دلوقتي هعمل لك ايه؟ اكتر حاجه بتضايقنا في مريض السمنه موضوع الاكل الزياده. الاكل الزياده. الاكل الزياده ده هو ليه كلب بياكل زياده؟ قلنا ده بياكل زياده
لعوامل عديدة. أول عامل عنده إن هو معدته كبيرة. وسعت عضلة، بتشتغل العضلة كتير، فالعضلة دي بتبتدي توسع شوية بشوية 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 لغاية ما تكبر. علشان تتملي عايزة كمية أكل عشان يطلع منها إشارة للمخ تقول له أنا اتمليت. المعدة ما يهمهاش اتملت إيه. مش فارق، هو حيز بيتملي وخلاص. حيز وبيتملي، مليتيه هواء، مليتيه سكر، مليتيه دهون، نشويات، بروتين، هو ملهاش دعوه، هو حيز عايز يتملي علشان يوصل للمستقبلات بتاعه الشبع وتبعت للمخ تقول له انا اتمليت. تمام. لما نيجي هنا عندنا في المنظومه انا بملاه بحاجه ما فيهاش سعرات حراريه خالص. صفر. زيرو كالوري، مفيش اي سعر. كويس؟ ليه؟ اللي هو الالياف الغذائيه. انا دلوقتي المريض لسه قعد كل خلاص، قلنا بنقلل له امتصاص الدهون. ده فيديو توضيحي يا دكتور لموضوع الالياف. ليه؟ انا دايما الناس كلها يقول لي انت ما عندكش غير الفيديو ده. والله هو ده اللي لا، الفيديو ده زيتونه الموضوع يعني. بالظبط كده. الطف فيديو. والعالم كله دلوقتي ماشي على الالياف الغذائيه. اول حاجه ما فيهاش زيرو كالوريز. موجوده فين الالياف الغذائيه؟ موجوده في الخرشوف وفي القمح الكامل والى اخره، في الفشار. هنا خد الالياف بتاعتنا اللي هي زي البيسليم او الاناسيليم، بينزل في المعده. دي طبعا الياف مركزه جدا وقويه جدا، ومفعولها اقوى بكتير قوي من اللي موجوده في الاكل العادي. بتبتدي اول ما تاخد ميه تبتدي تملى الحيز، فتطلع الاشاره الحمراء دي للمخ تقول له انا شبعت، انا اتمليت. فلما بتوصل للمخ تقول له انا اتمليت، فالانسان بيبطل اكل، السوسته بتتقفل على رايك. كويس؟ فبيبتدي يحصل له ايه؟ بيفقد الوزن. الفكره يا دكتور في الاكل اللي داخل بيكون مع المنظومه مختلفه عن اي حد بيمارس نظام غذائي، لان مفيش ممنوع. ممنوع، مفيش ممنوع. انا هو هياكل كل حاجه، هو ابتدى ياكل هنا ايه؟ ابتدى ياكل دهون اهو، الصفرة دي دهون، هينزل تنزل عليها النباتات، او النباتات تبقى موجوده قبلها بتاخدها على ظهرها وتخرج بيها. النباتات بتبقى الالياف بتبقى راقده في المعده مستنيه تاكلي عليها. الالياف بتفضل مده، فده بيحسسك بالشبع. بتحسسي بالشبع، ولو كلتي عليها هي تاخد الباقي وتخرجه. يعني الفكره يا دكتور لما حد بيبتدي يتابع مع المنظومه، طبعا في خبراء تغذيه كتير موجودين في المنظومه، بيكونوا فاهمين كمان طبيعه الشخص اللي قدامه. يعني لازم يسالوا على الاسم والطول والوزن والطول والعادات الغذائيه وكل حاجه، بيناقش معاه كانه واحد من اسرته، بياخد منه الداتا الكامله عن الموضوع. يعني ما حد بيبتدي يتواصل بيبتدي ان هو ياخد عنه داتا كامله عشان يديله الكورس المناسب. المناسب ليه. طب انا واحد عندي عنده 100 كيلو زياده مثلا. طب انا دلوقتي بدل، انا بقول في الغالب احنا بناخد كيس من السيليوم او اللي هي الالياف الغذائيه، سواء سيليوم او بيستا او اناسيليوم او بيسليم، وتفر اللي موجود اللي خده. بيبتدي ياخده، اول ما بتبتدي ياخده ممكن ياخد مره وياخد مرتين. الناس اللي بتجوع بالليل دي هعمل لها ايه؟ لازم مش هسيبه منطلق. ايوه مش هسيبه منطلق. صح. هو اجي اظبطه له طول اليوم، يجي مثلا الساعه 2 الصبح ولا 3 الصبح يدخل، اذا ما لقاش حتى حاجه في الثلاجه يروح ماسك برطمان السكر، برطمان السكر يقعد. احنا خايفين على صحته طبعا. كويس. طيب مثلا اللي عنده، مثلا اللي عنده قاعد طول النهار، هل يستوي مع الراجل اللي بيخرج ويروح ويجي ويطلع وينزل؟ عادي يا دكتور. تقصد بيه ان هو حركته قليله ولا كبار سن؟ لا، كبار سن او حركته قليله. ده او ده. بدي له حاجه اسمها، بتعمل حاجه اسمها ثيرموجينيسيس. ثيرموجينيسيس ده اللي هو الحرق بدون حركه. الحرق الداخلي بدون، بزوده بدون حركه. كويس. ده حاجه زي الشاي الاخضر بيعملها. القهوه الخضراء. طب ده بيتعرض يا دكتور مع اي حد عنده مثلا مرض مزمن؟ يعني الكورسات امنه ان اي حد عنده بياخد دواء بصفه مستمره لاي مرض مزمن، هل يتعارض يعني ولا الموضوع بيكون امن؟ ما فيش اي تعارض بين الحاجات اللي بنديها واي مرض من الامراض، بل بالعكس الحاجات دي بتساعد الامراض المتوطنه اللي موجوده، اللي بتاخد تلتهم حوالي 75% من ميزانيه وزاره الصحه، ومقابل ليها برضه 75% ممكن من ميزانيه المواطن او المريض. لان ادويه السكر هو بيساعد السكر انه ينزل من الدم، ينزل في الدم، بيساعد مرضى ارتفاع ضغط الدم، بيساعد مرضى الكوليسترول، بيساعد مرضى القلب والشرايين. فانا بساعده لما بخسسه، بساعده لما بقلل له كميه الانسولين. زائد ان في نقطه برضه مهمه عندي قوي، ان انا بزود له المناعه بتاعته. لسه والله كنت هسال السؤال ده حالا. ان الناس كتير مش عارفه ان المناعه بتقل مع الدهون الكتير او مع زياده الوزن، يمكن دي حاجه مش ناس كتير تعرفها. طيب هنيجي نقول، انا دايما اقول يا جماعه احنا لازم نفهم، انا بفهم الناس ببساطه بحيث ان هو يفهم ليه المناعه عندك ضعيفه. اول حاجه الدهون
دي الخلايا الدهنيه هي اللي بتفرز هرمون اسمه هرمون الليبتين. ايه هو هرمون الليبتين ده؟ هرمون الليبتين ده هو الهرمون المسؤول عن الشبع. طب قولي لي انت دلوقتي الحمد لله سمنه وزنه كبير او وزنها كبير والدهون بتفرز الليبتين كتير وما بحسش بالشبع ليه يا اخويا؟ انت بتضحك عليا ولا ايه؟ صح. اقول له لا انا مش بضحك عليك بس خلي بالك انت لما بتاكل كتير. انا قلت قبل كده لما انا باكل السعرات الحراريه بترتفع في جسمي كتير فبيطلع الجلوكوز يعلى فبالتالي لازم يطلع له كميه انسولين. الانسولين ده كل ما هو كتير يوصل للمخ هنا كويس بيمنع وصول هرمون الشبع ان يوصل لمكانه للكرسي بتاعه اللي هيقعد عليه فبالتالي هرمون الشبع يبقى هايم في كل حته في الجسم. فعشان كده ناس كتير يا دكتور بتشتكي تقول لك انا ما بشبعش. مش بشبعش وباكل كل ساعتين لان الهرمون التاني بتاع الجوع بيشتغل كل ساعتين. كويس ما لقاش حد يرضعه. ما هو فبيشتغل. فهرمون الشبع ده يفضل بقى ماشي في الجسم. عيبه ان هو برو انفلاماتوري هرمون، يعني هرمون بيسبب الالتهابات. بيسبب الالتهابات، هرمون بيزود نسبة الكورتيزون في الدم. هرمون بيعمل استقلاب للهرمونات الذكورية تتحول لهرمونات أنثوية والهرمونات الأنثوية تتحول لهرمونات ذكورية. كويس؟ فبالتالي هو الهرمون ده لما أنا أبتدي أخس كويس؟ ويبقى إيه لما أنا ببتدي آكل أكل متوازن أو أكل اللي بناخد الحاجات اللي موجودة في المنظومة عندنا حسب الإرشادات الاخصائي التغذيه بيبتدي نسبه السكر نسبه الجلوكوز اللي داخله الجسم او السعرات داخله قليله فبالتالي كميه الانسولين بتقل فيبتدي وزنه فيبتدي لا لما الانسولين يقل يبقى اذا هتبدي فرصه لهرمون الشبع انه يطلع يوصل للمخ فحس بالشبع لا وكمان الاعراض الجانبيه اللي بيسببها هرمون الشبع تقل بدليل احنا لما بنلاقي السيدات عندهم تكيس مبايض وما بيحملوش بنقول لها ايه؟ لازم وزنك ينزل لازم وزن. ليه؟ ليه؟ لأن هرمون الشبع بيعمل حاجة اسمها أروماتيزيشن. ده موضوع كبير يا دكتور خلي بس الصورة كده يعني من بره خارجية من بره خارجية يعني. لأ أنا بقول داخليا أخطر فبقول لما أنت بتاخد الحاجات اللي عندنا في المنظومة بتقفل لك الشهية بتملى لك المعدة كويس بتساعد على الحرق لانها بتطلع انزيم اللايبيز زي اللي قلنا الراسبيري او التوت البري كويس بتعمل ثيرموجينيسيس بتحرق وانت قاعد بتساعد الجسم على التخلص من الدهون الفري فاتي اسيدز الاحماض الدهنيه اللي هي الحره اللي موجوده في الدم فكل زي الكارنيتين فبالتالي انت بتخس بدون اي مجهود انا بساعدك انا بزقك من جوه مش من بره بس محتاجين الزقه دي يا دكتور انا عايز الزقه من يعني اللي بيسمعنا حاجه واحده بس يعمل تليفون يبتدي يتواصل يشرح ايه مشكلته احنا شرحنا والدكتوره دعاء بتشرح وكلنا بنشرح الدكتوره دعاء مركزه اكتر على النتائج انا بركز على البدايات هي البدايات دي اهم نقطه البدايات انا بركز على البدايات ايه اللي هيحصل معاكي لما تاخدي كذا كويس فبالتالي انت لما بتخسي من 8 ل 12 كيلو في الشهر ده عظيمه جدا طبعا جدا ممكن اب وممكن داون صح خد بالك ازاي لما بتلاقي واحد بيتصل بيكي او واحده بتتصل بيكي اخصائي تغذيه متخصص في الموضوع بيكلمك ايوه مساء الخير مساء النور معاك فلان الفلاني هتبقي عارفاه انت اللي اخدت منين الكورس عشرة بقى طول بين عشرة طول مده الكورس كويس قال اخبار وزنتي وزنت طب نزلتي كام كيلو لا انا ما نزلتش حاجه طب نراجع الاسبوع بتاعنا مش ازاي عملتي ايه فطرتي ايه اتغديتي ايه خدت ده ايه طب في كام كيس عندك طب في كام كبسوله عندك طب في كام قرص عندك طب هو الكورس يا دكتور بيكون مكون من ايه يعني محتويات الكورس بيكون في العادي او في الطبيعي بيكون مكونه من ايه بالمفعول هندي بالمفعول حاجه تسد الشاي الياف غذائيه زي اللي احنا دوشناكو بتعمل لا الفيديو ده مهم جدا كويس الياف غذائيه لازم الياف غذائيه كويس حاجه بتزود الثيرموجينيس الحرق الداخلي كويس حاجه بتزود خروج انزيم اللي هو بيكسر الدهون دهون العتيقه اللي مش قادره تتكسر كويس حاجه ممكن تكون بتقلل كميه الفري فاتي اسيدز اللي موجوده في الجسم فبالتالي كل الحاجات دي كويس احنا الصوره يا دكتور طيب. كمان يعتبر هنختم بيها الفقره فرق طبعا كبير قبل وبعد هو كان ده انت شفتيه بعد كمان لما ابتدى يتحسن لا الاستاذ احمد ده ربنا شفاه وعافاه يا رب كان بعد ما اتجوز عمل حادثه عربيه قعد طريح الفراش لمده 7 سنين فوصل ما بيتحركش لدرجه ان والدته الله يرحمها توفت ما قدرش يروح وكل ما يعمل عمليه في العظم ما تنجحش لان الوزن طبعا زياده الوزن زياده وما فيش حركه فبالتالي برضو حتى يعني مش عايزين نخوض بقى ايه في الموضوع كله استاذ احمد الحمد لله لا ده في صوره ثانيه وهو قاعد يعني استاذ احمد طبعا فقد وزن كبير جدا صوره ثانيه وابتدى يتحرك حركه سليمه ما شاء الله دي مدام مثلا دي مدام حنان دي دي
شوفي بقى يعني ده نموذج فرق كبير جدا يعني لا ده شخص على فكره تاني خالص في الحلقه نفسها دي صور في الحلقه نفسها كانت خس اكتر من كده بكتير حبه التخسيس اما هي فرق شاسع طبعا دكتور بين دي ودي نفسيا الموضوع بيختلف حوالي ما لا يقل عن 35 كام؟ لا 65 كيلو 65 يا رقم كيلو شخص بني ادم كده لما جت كانت خس 10 كيلو ما يعني اجمالي 75 كيلو ده شخص تاني خرج يعني حالات مشجعه جدا الناس تبتدي تتواصل مع خبراء التغذيه الموجودين في منظومه دعاء سهيل عشان يشوفوا يعني شايفين النتائج فرق ما شاء الله كبير جدا بين قبل وبين بعد فيعني اي حد حابب انه ينزل مفيش وزنه كمان مفيش على طول الصيف مفيش حجه كمان مفيش حجه يعني ان شاء الله كلهم يتواصلوا يا دكتور مع الله. ارقام التليفونات والبيجات الخاصه سواء على فيسبوك او انستجرام عشان تبتدوا تشرحوا حالتكم بالكامل وتعرفوا ايه الكورس اللي يناسبكم من الكورسات الكتير اللي موجوده في المنظومه. نورتي دكتور خالد ويعني الوقت بيجري مع حضرتك بطريقه رهيبه بس انا مبسوطه جدا بوجودك وان شاء الله الناس كلها تبقى في احسن صحه واحسن حال ونوعيهم اكتر كمان الفقرات الجايه الحاجات اللي مرتبطه بزياده الوزن وازاي نقدر نخس بدون حرمان على دخول الصيف يعني نلحق ننقذ ما يمكن انقاذه ان شاء الله على العيد على العيد على ما كله بقى ورا بعض ورا بعض فنلحق باذن الله في الشهرين دول ناخد افضل نتيجه. نورتي دكتور خالد وان شاء الله لينا فقرات جايه كتير مع بعض. ميرسي. نورتوني الحلقه ما فيهاش اي حاجه صعبه عملنا حاجات بسيطه جدا مع بعض وطبعا زي ما احنا متعودين كل حاجه تنزل على صفحتي مطبخ توته مراد بالليل بقى بالرغي بتاعنا بالكومنتات بكل حاجه. سيبكم في رعايه الله واشوفكم بكره على خير. السلام عليكم.